تقاسموا الفرحة الحزن وزيد عيلة ماشي كيف كيف واحد عنده موتي في حياته كل يوم حكاية تدينا بعيد تتعلموا قيمة العيلة من جديد عند بوزيد بانوا لك كانت شبهين بالصح في الرأي متخالفين هذه هي حكاية بوزيد يا ادم يا وليدي وجد روحك على بالك لا توجد روحك على خاطر راني راح نحي لك التفنيين من راسك وليت نوض بكري قبل ما تطلع الشمس ولا نجح لي هذا الفاكسان معناتها الجيل الصاعد هذا كامل يولي نوض بكري راك تسمع بوبي هذا الدواء ينجح وربي كبير بوبي يا لا وغير ما كان لا تدير لي هكذا غير ما كان تحبط لي المورال واش بوزي وحوش جيت جبت لي مش وصيتك زيت سردوك عصرت لك قاصرة تاع البلاد ها وش عطتني على بالك يا محوش باللي هذا الزيت تاع السردوك راهي ليكستري الا خلطتها بهذا الدواء نديرو فاكسان يكفي 30 ولا 40 مليون الا نجح لنا هذا الفاكسان يا محوش راح نصوفيه والجيل الصاعد يولي نوض بكري وانا هذه هي الفكره اللي راني حاب نحققها كاع نصوفي ان شاء الله انت على تصوفيت نبيعو يا محوش انا راني نخمم باش نسلك الجيل اللي راهو جاي ماشي باش بزنس عباك انت هنيه على بالك وعلاش انا هنيه على بالك بلي في الجزائر كاين 20 مليون فنيان ينوضوا الزوج وفي رمضان ينوضوا الربع اتخيل 200 الف تضربها في 20 مليون فنيان شحال نربحوا؟ شحال؟ 400 مليار فنيان مليار دولار تعرف يا محوش انا وياك تراك هاك وراني هاك انا راني نخمم باش نسلك 400 مليار فنيان باش نردوهم بني ادم وتراك حبت بزنس على بني ادم تك حاب تكسب 400 مليار مانيش كيف كيف نزيد لك حاجه يا محوش هاد الناس اللي يولي ينوضوا بكري الى ينوض بكري باش ينوض بكري ما فيهاش فايده انا نخمم باش يوليو نوضو بكري ويوليو يخدمو واش لازم ندير انا نخمم باش نزيدو شويه زيت النمل مع زيت السردوك والدواء وهاد الفكره هذه خمم فيها واحد عالم قديم شنوي واسمو وان هو واسمو وان هو شوف الجيل تاعو كيف داير وراني حاب ندير كيف كيف تسمى الجيل تاعنا يولي سبيد في الخدمه باو 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 بوسيت شتاين انت على بالك دوك نجي وراك رايح يا محوش نحن نحصل لك شويه نمل هاكا ندوبلي وصومه وصافي بليزير جيتي واش جابك حبيبي من بعيته للمغيبي مين بعته للمغيبي شلو ليت زهرة مامس بدي كل شي يكون بيرفكت اليوم اوكي اوكي بيرفكت لو كان جيت تحطي يدك وجيت تعاونيني اختي هذيك لو كان بوزيد راجلك عنده درا كان اختي يجيب لكم هذاك اللي ينظم العراس هذاك والله هو ينظم كل شي ويقلب الدنيا والله تشعل هكذا ما تتعبي انتي ما تتعب هي يما انتي كل شي بوزيد بوزيد خلي بوزيد شويه مسكين ما تنساوش هاد الدار داري انتم عندكم النذر هاوس كيف مازالك تكذبي ما غير هي تكذب زهر تكذب وفحده بيت راجل مرفه وعنده الطراز ثانكس مام وزهره ما تنساش لي ستار دبي كاع عندهم لي فيلا شتي قلتي له بلي انتي ستار بتعبرين حبيبتي نسيتي بلي اختك ستار اند فيري فيموس نيتك ساكي حتزوجي لال وين تزوج ونروح لدبي وتمعي تلقوا لي جيبي لي وشري لي تشوف كيفاش هذا ما يزوج ونص كتنحي عليا هاد الكوفيرتا تروح تقضي ماشي خير ماني عيان هذا وين ناض خليها لك فكرتيني صح
تي الكاطو اللي راح تحطيه لي فجدتي ولا مو جدتي نسيتو وراه ماي جاد نسيتو مون كيك جالوسين كنت عيطي له عايشك قول له يجيب وحده كبيره باش ندي طريف برك لبابك خي تعرفيه يسخف زهرة زيدو زهرة واش الخير بغيت تنسى الكاطو خلاص يا اخي قلت لك غدوه الكاطو يكون في الدار يا اخي وجهي يشوف برك كيفاه حبي يدير كلش في نهار كيف صدر يعقد الشرط فتحة كلش في نهار نقلق هذا افتقل التحوم هكذا ايه خلاص سمحنا نتبعوهم بك المنتقل تاعنا احنا ما كاش خلاص خلاص ما قلت والو فرات غدوة الكاطو يكون في الدار هاي صحة هاي ذوك شوية كي نجي للدار نقصر ايه انا شوية مشغول صح لازم لي نجربها في روحي قبل ما نديرها لوليدي ولي بون شانس زيد هذا هبلنا بالهواج تاعو هذا ما خصنا سرتو كي هو عايش في الدار شحال سكر محوج 5.5 شحال شريتو هذا على باليش محوج وهذه هي الحكايه يا خويا مخوش واش نحكي لك مصباح مخوش عقلك ماهوش معايا سير كوغوا سردوك 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 اليوم لو كان ماشي انا حوايجو ما يقدرش يلبسهم حتى خدمتي ما قدرتش نروح وين راه هو توكا هو في البيت سردوك تعرفين ما هذا؟ راك تشوف الحالة اللي فيها يا محوش راك رايا يا حبيبي تقعد هنايا في الفيرما في البيت راك تسمع روح للبيت ما تخرجش اليوم هيا روح راك تشوف المحلة اللي راني فيها هذا الكمال الهم تاع الكابيني ودواوات اللي داري خلط فيهم ما لحقوا لهاد الحالة قول لك حاجة مدام بوزيت لازم تفضحي به صح تعرفي وانه لا تاع شينوا بوزيد فور على سي الدواء 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 تاع الزيت تاع سرادك باش يصوفي كاع لي جان ويصوفينا باش نوضو نوضو بكري بوزيد ان غرو شارجر ان غرو سردوك والمحنه اللي راني فيها يا موحوش اليوم اليوم الخطبه تاع فيفي باش نقابلهم ها قابلهم سردوك انا نتبر راسي اسمح لي زيتو اسمح لي يا وهذاك ما يخص زهرة بنيتي راه ما كانش وزاد علينا التعويش ديما تحكي وقت هاد الهضره ها كي شوفي حالته كيفاش راهي مسكين اي ما عندك ما ديري له واش راح ديري له انتيا خليه دوك هذه الخطابه هذه وبعد طلقي جدو يسرح عليها ما كاين خطبه لا والو فيفي ديجا عيطي لهم اليوم قولي لهم يجي نو واي زهره نو واي بس لو كان نروح لواحد كيما هذا ما نزيدش نلقى واحد اخر امبوسيبل اسمعي يا زهره يعني الابراهيه اللي رجعته سردوك صغير حاب يفسد الخطبه يحكمته الغيره على روحه على خاطر نسيب هذا جديد وعنده الدرهم ما علاش هاد الهضره عليك ها ما كيشوفي في حالته مسكين نيفر مام تونتون زيدو مسكين من بكري هو يشجع فيه باش نكون اون نوفيل ستار ويعرفوني كامل الناس بارتو هيا يا مخرجو خليه يريح شويه هيا في فيا
اسمح لي زيدو اسمح لي. هيا فيفي استنجب تليفوني. هيا هيا ندير وصلت تطلو زيدو سردوك ونحبك. चौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहां शोर शराबा هذا بابا ما تزيدولي ايه وليدي ايه باباك سدك ضفريل تيسكت ما عندكش كاع الحق تهضر كاع على جالك هذا على جالي ايه على جالك وكان جيت شاطر تنوض كي انتاجك بكري هو ما يسيد دور في روحه مسكين مانيش مامن اوا غير انا وكيفاش ندير لا كونفوكاسيون تاعي طوالي في المسيل كونفوكاسيون اه شي غلط لو جيب بابا ماشي وقته انا غدني طونطون زيدو مسكين يبر قلبي الو شلونك الحمد لله الحمد لله ولا الحمد لله اه ملحقين ملحقين اوكي اوكي سيو سيو ملحقين دبروا سانكم انا حابه كلش يكون بيرفكت بيرفكت ما حد يلبس هذيك لاغوب اللي شيتها عند تاتو روحي روحي هذا ما خصني انايا هذا ما خصني بنتي خافي ربي يعطي له شويه قمح 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 ها هو يموت لك بالشر ونحصلوا فيه جدو لا راح ندير له شربه بالفريكو واش غندير واش غندير انا في روحي انا واش غندير هيا يما روحي روحي دوك نجي روحي انا رايحه راح نشوف تلبسي لبنتك ولا اسمع انت تخرج من الشومبره نتفاهم معاك راه وليدي تهوري في باباك وبالك ودخلوا باب الشومبره محلول يعاود يخرج يبادنا قدام الناس يا ربي يا ربي لازم نلقاو حل او نرجع شنو هو الحل حبيت ديسر دوك الشيخه مرحبا بكم في بلادكم وفي داركم الله يسلمك الله يسلمك شكرا شكرا ما قصرت والله يعطيكم العافيه الله يقول لي يا وليدي برك درو نسقسيك انتو بليها في الامارات هذه عندك سكنه تما فين شو عندهم سكنه مالا عندهم براكه احنا نسكن برج خليفه برج خليفه تعرفي برج خليفه ما نعرفه شو اللي يدير كيما عندنا احنا يا برج البحر يا برج الكيف احنا نسكن في دبي في الامارات العربيه دبي على بالكم دبي هذه لي سافر قالوا من تم الدراهم هاني نقول لك وش بك ولا لا لا حاجه احنا عندنا في دبي البيزنس لعبه قلتلكم لا شنو الناس لا عايشه ها يلعبوا بالدراهم وانت بزنس عبالك حنا ناقدين هنا محوش انا جبتك ترون بلاسي بوزيد ما جبتكش تهضر لي على البزنس فهمتني حبيني او حب غيري سيرتي في عمري خيال جاني وقت اعرف مصيري اللي في قلبك مجال كاذب وداع وصحيح وما يصح الا الصحيح هاي عروستنا تراك طالعه احلى من صور الفيسبوك اوه عن جد شكرا اسوي لك اروع فيديو كليب في العالم هاي الخطره فيني يا فيفي استنيت فرحتي شحال قال لك شحال يما شوفي فيه سمحوا لي دقيقه عندي مكالمه من الخليج سمحوا لي راح رجلي لي سافر تاعك راه راح كيفك حبيبي كيف الصحه سيد هذا باين لي فاميليا مسكين وعنده ترى بالك قلت اعطيه الو كمان واحد ساعه نعيط لك راني اون بلا خطبه راني عند المغنيه اللي قلت لك عليها ايه راني في دارها راني انت مولك يدي عندي واحد الفوتاي راني طايح لهم خارجي ما فهموا والو 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 عندهم غير واحد هو هبني شبعني بزاق بزاق كي نكمل الخطبه نعيط لك على واحد الساعه اي مع السلامه صح صاحبي سامحولي سامحوا لي هذا ابن خيي طلب مني شويه مصاري ليشتري
هليكوبتر. شوف ولا مالكيتش، انا نجيب لك ديزيليكوبتر شابين من الحامس تيليكومو. انا اقصد هليكوبتر حقيقيه مش لعبه. با 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 با. قولك حاجه، توجه الخير على بالك. شكرا حبيبي، شكرا، تسلم. انا مغلوقين عمي، والله غير حصل يا اخو، كيفاش انا رايحين نديرو؟ لازم نعرفوا كيفاش خدم باب الدواء اذا حبينا نلقاو لونتيدو تاعو. ايه بصح، غير باب بالو وين دارو امبوسيبل تلقاه. شحال تحبط المورال، هادي على بالي بيها. راني حوش على واحد لابليكاسيون باش نترجم الهضره تاع شرادر. وهادي تا كحد ديرها؟ لا لا، راني كونيكتي مع واحد صاحبي انجينيور تاع لافورماتيك، هو اللي حيفهمني كلش. ايه ما شاء الله، حكيت له الحكايه. قلت له بابا شالي سردوك وانا حاب نهضر معاه. حبيبي انت جزائري؟ بياسر جزائري. عارف هذا الشماخ هذا اصله فلسطيني. حنا سيبورتي وكغزة وش بيك. هاي فرات، واش ما رحتي بابا بصح بلا قلة؟ سكيم عليهم هذوك. ها وجا. المهم يا جماعة، متفقين على الشروط؟ أنا متفقة. متفقين بديت. ماني قرا الفاتحة. هاي بشارة. هاي. هاي بسم الله. هاي نقرا الله. يلا الله قرا الفاتحة. شنو هاد؟ عندكم ديك بالبيت؟ ايه. شوفي يا الحكاية كيفاش بدات؟ مزيت السردوك. الحاج. دوك نجي نكمل لكم الحكاية. أنا موجود. وكيف الأحوال بدبي؟ والله الجو عندنا كتير شوب. هاي في حر بالفلوج. رامي، ماشي قلت لك ما تحش الباب هاد يخرج بابك نتبادلو. يما، هاد الخطبة لازم تحبس. وعلاه؟ بابا حكى لنا كلش. قدرتو تفهمو لو؟ هاد حكاية واحدة أخرى. I love Dubai. زهرة طولتو. ما طولنا ما والو، ما كاين لا خطبة لا خليجي. بنتي. شو الحكي يا حبيبي هذا؟ شو صار؟ بيبنا، شرحنا بجيرية، رانا فقنا لك. تعسال يا هكا. مسخر بي انا يا هليكوبتر ودبي وبرج كيف انت خليفه. شو صار؟ شو عم تحكوا؟ ما فهم. هاد السيد محتال، وديجا نعيطنا للشرطه ونتلاقاو في دار الشرع. بوليس، انا خاطيني نحكي بها، ما يسمح دارك. اصلا فهمكم، اصلا فهمكم. بوزي تحكمك على قرو. انا ما سويت لك شيء، انا ما سويت لك شيء حرام، انا ما سويت لك شيء، انا ما سويت لك شيء. الاولاد ورحتي معكم؟ هذه يا يما. اوا خذتي هذه بنتي هذه. يا اللي قالت لنا رجعوني جاجا باش تكمل حياتها مع بابا. امال درنا لها تشكا تاع زيت شرادة. ولا ربحت ربحت بنتي جاجا وراجلها سردوك وموالو كان جو عنده الدرهم.